أهلا وسهلا حياكم الله. التمارين اللي راح ناخذها اليوم تمارين جدا 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 مهمة. ليش مهمة؟ لأن أنت جالس تستهدف فيها عضلات الكور اللي هي مركز جسمك. أنت دائما لما تكون قوي في أي شيء في أي تمرين تقدر تسويه راح تعتمد دائما على الكور، تحتاج أن تكون أقوى شيء فيه. فالتمارين اللي راح ناخذها اليوم إن شاء الله راح نسويها مع بعض بإذن الله تعالى. كل تمارين من ما بين 20 ثانية إلى 30 ثانية نسوي عدة جولات. ممكن نسوي الجولة الأولى نخلص نعيد التمارين مرة ثانية لمدة جولتين ثلاث جولات على حسب الاستطاعة اللي أنت تقدر تسوي فيها. فضروري جدا نركز في التكنيك، ضروري جدا إن نزيد قوة التحمل في عضلات الكور بأداء التمرين. التمارين هذه ممكن تسويها في أي وقت، سواء قبل الإفطار بعد الإفطار ما عندك مشكلة. في النهاية إحنا راح نستهدف عضلات الكور، وهذا الشيء اللي جدا مهم بالنسبة لنا. طبعا التمارين هذه ما ينفع نسويها يوميا عشان لا نجهد العضلة، فنحتاج نسويها يوم ورا يوم عشان العضلة تقدر يصير لها استشفاء. طبعا احنا دائما لما نجي نلعب تمارين الكور او تمارين البطن دائما نفكر انه نبغى العضلات تكون بارزة كل شيء. نعم التمارين هذه تبرز العضلات، لكن هي تعطيك الشكل والحجم، لكن مهم جدا انك توفي بالاكل معها، لانك اذا ما اكلت كويس وتغديت كويس راح تتراكم الدهون بجسمك وراح تتكون طبقه دهنيه فوق العضلات بحيث انها ما تكون بارزه. يكون عندك عضلات البطن لكن ما هي بارزه بسبب التغذيه.